صباح الخير مشاهدينا الكرام، اليوم حلقة جديدة من برنامجنا على الموعد، الجمعة 23 نيسان. زميلتي تمارا وأنا مرافقينكم لساعة 12 الظهر مع ضيوف ومواضيع متعددة. بونجور تمارا. صباح الخير كلود، والصباح الخير للمشاهدين. حلقتنا اليوم غنية بالأخبار، وكيف فينا نبلش البرنامج؟ رح نبلش اليوم لنحكي شوي عن أحد شعنين يلي مثاقب بعد يومين، صح، لكل الأشخاص يلي بيحتفلوا بالعيد حسب التقويم الشرقي. أكيد من لكم ينعاد عليكم أحد الشعنين، هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح، وهو كمان بداية أسبوع الآلام، بيوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم حيث استقبل بأغصان الزيتون والصعف. مظبوط. وليش الصعف؟ صعف النخيل ترمز إلى النصر، لأنه يعتبر أنه السيد المسيح حقق نبوءة زكريا بصفته المسيح، كرمال هيك استقبلوا الناس بصعف زي النخيل والزيتون وفرشوا ثيابهم على الأرض لا يقدر يمشي عليها. وكلمة شعانين تأتي من الكلمة العبرانية هوشيع نان، والتي تعني يا رب خلص، ومنها تشتق الكلمة اليونانية أوصنا، وهي الكلمة التي استخدمت في الإنجيل من قبل الرسل والمبشرين. يعني أسبوع مبارك أكيد هالأسبوع، أكيد طبعا، نتمنى الصحة والعافية صح، للجميع وأعياد مجيدة. بنعيد كمان كل الأشخاص اللي عم يحتفلوا هيدا الأسبوع اللي جاي. كلود، شو بتخبرينا عن طقس أحد الشعانين اللي أكيد كلنا ناطرين لنسمع كيف رح يكون؟ يلا رح نتوقف هلأ مع الطقس. يعني تمارا المساقب بأنه الطقس هالأسبوع كتير ملائم للشعنينة، صح، بالرغم من أنه يمكن ما رح يكون في تهافت كتير كبير على الكنايس بسبب بسبب الوضع، أكيد نعم، الكورونا، ولكن طقس اليوم مشمس مع حرارة أقصاها 22 درجة وأدناها 17. بيكمل معنا الطقس الحلو لبكرة السبت مع درجة حرارة 23 وأدناها 19. أما الأحد فبترتفع درجات الحرارة أكثر شوي لتوصل لل 25 درجة أقصاها و20 درجة أدناها. أكيد مثل ما قلنا طقس الطقس مناسب، مشمس، يعني هو ملائم صحيح، لكل الأشخاص اللي بيحتفلوا بأحد الشعانين، ودرجة الحرارة مقبولة، مع أنه تحسي بلش الشوب. صار في شو، بس حتى لو درجة الحرارة ما كتير عالية، كمان مثل ما دايما بننبه لازم الناس تنتبه من الشمس، تحط كاسكات او شابو، واكيد اكران للوجه أكيد، وكمان للولاد. ورح يكون عنا وقفة خلال برنامجنا مع دكتور أخصائي بالأمراض الجلدية، أكيد رح نحكي نحن وياه بالتحديد اليوم عن الشمس وكيف الوقاية من الشمس للأولاد وللكبار. صحيح. كمان تمارا بما انه عم نحكي عن هالاسبوع، بكره اذا الله راد مساقب كمان ذكرى الاباده الارمنيه، نعم، وبعرف عندك خبر هيك أكيد. صغير حول الموضوع. بالمناسبة أعلن الرئيس الأمريكي كلود جو بايدن أنه من المتوقع أنه يعترفوا بالإبادة الأرمنية كإبادة جماعية، وأصر أنه يستخدم هذا المصطلح، ومن المتوقع أنه يعلن عنه كمصطلح رسمي إذا فينا نقول ب24 نيسان، يعني بعد يوم، بفعاليات احتفال أو استذكار كل ضحايا الإبادة الأرمنية بالعالم. واو، يعني هذا تطور كتير ملفت صح، وممكن أن يغير كتير، يعني بعتقد بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول على كلنا. نحن رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتي تسولير تلاتينيان بعد شوي لنحكي أكثر عن الإبادة بعرف الأرمنية اليوم عندك ضيوف وهالذكرى. كمان أرمن، يعني الطابع صحيح العام للحلقة صحيح، مع أنه ما أرمن. خططنا لهذا نعم الشيء، أبدا. بس ثاقبت. رح نتوقف هلأ تمارا مع متفرقات. بنرجع. بالمتفرقات اليوم كلود عنا موضوع عن الكورونا، بتعرف الكورونا اللي ملازمتنا وصار كل حديثنا اليوم عنها، صحيح. بس موضوعنا اليوم موضوع إيجابي، بتعرف نحن بنبتعد عن السلبية قد ما فينا بفقراتنا الصباحية. غرد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري على تويتر قايل أنه بآخر الدراسات اللي أجريت، الدراسات المحلية، 40% من السكان اللي أصيبوا بالعدوى، بالإضافة للي تلقى
تلقوا اللقاح، هذا بصير مجملهم انه 45% من السكان صار عندهم مناعه او حصلوا على المناعه من الفيروس. هذا الشيء مش الشيء المطلوب اكيد نهائيا، بس انه هذا الشيء يعتبر افضل من قبل، وهذا النسبه تحسنت عن قبل اذا فينا نحكي. وكمان بالمناسبه كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس ابيض انه غالبيه أرقام كورونا عم تنزل، يعني إلى انخفاض. صحيح. وكمان حتى الفحوصات، فحوصات البي سي آر وحالات الاستشفاء وحتى عدد الوفيات كمان إلى انخفاض. فبتحس كلود هذا الشيء بيعطي جرعة من الإيجابية رغم كل الظروف اللي عم نمرق فيها. أكيد، على أمل أنه كمان نعجل أكثر باللقاحات والعالم ما تتردد وما تخاف وتروح تاخذ اللقاح بنفس الإطار. تمارا، يعني كمان بدنا نرفع صلواتنا أول شيء للهند يلي كتير عم بتعاني من جائحة كورونا، من موجة كتير كتير عالية ومرتفعة، حيث عم توصل أعداد الإصابات بالنهار لأكثر من 300,000 إصابة. وكمان بنفس الوقت بدنا نرفع صلواتنا للزميل الإعلامي زاهي وهبي يلي كمان مصاب بكورونا وحالته شوي يعني حرجة. ما بتطمن، فيا رب أنه يقوم منا بالسلامة. الوضع ابدا يعني ما انه منيح، حتى لو كان عنا بلشنا ناخذ شوي من مناعه القطيع، ولكن دائما لازم نحافظ على اجراءات الوقايه. صحيح، يعني كلود بنتمنى انه نخلص من هذه الفتره الصعبه اللي لها اكثر من سنه باقرب وقت. واكيد دائما بنذكر المشاهدين انه على الرغم من يمكن اذا النسب عم تنخفض، بس هذا ما بيعني انه ما يضلوا ياخذوا اجراءات الوقائيه، الماسك والتباعد والغسل الايدين وحتى التعقيم. صحيح. باطار ثاني تمارا، حابه بس هيك يعني شوي نرفع شوي الصوت لانه في ناس كثير عم تنظلم حاليا. في 480 موظف رح يتسرحوا من عملهم باخر شهر حزيران من برنامج العائلات الاكثر فقرا التابع لوزاره الشؤون الاجتماعيه. يعني تفاجئوا الموظفين امبارح بايميل وصل لهم باي ايميل انه باخر حزيران رح يكون اخر نهار عمل لهم، للاسف من دون سابق انذار. من دون سابق انذار 480 موظف هن الاشخاص يلي بيعملوا احصاءات حول العائلات الاكثر فقرا بلبنان، هن الاشخاص يلي بيروحوا بيزوروا العائلات وبيشوفوا وضعهم، ما بعرف شو رح يصير فيهم. من دون تعويضات كلود؟ من دون تعويضات، بعتقد رح هن كمان للاسف يصيروا ضمن العائلات الاكثر فقرا. ولكن بيبقى السؤال الاهم، في حال تسرح هال 480 موظف، مين رح يحل محلهم ومين رح يتابع ببرنامج الشؤون الاجتماعيه للعائلات الاكثر فقرا؟ هذا برنامج مهم، برنامج ودقيق مهم، وفي توزيع مساعدات حتى ماليه هلا اخذها لبنان. مين رح يوزع المساعدات الماليه ومين رح يعني يقرر مين هن العائلات الاكثر فقرا؟ على امل الاسبوع الجاي نستضيف اكيد حدا من المعنيين لنستوضح اكثر عن هيدا الموضوع. بالانتظار. هلا تمارا رح ننتقل معك ومع المشاهدين لفقرة ابتهالات. أيتها الفائقة المجد والكرامة، الدائمة البتولية والزائدة الطهارة، والخباء الإلهي الطاهر للاهوت الذي لا يدنى منه والغير الموسوع، أيتها المنعم عليها من الله، الفائقة البركة والكرسي الناري، الزائد اللمعان على ذوي الصور النارية، التي هي أرفع شأنا من الشروبين وأعلى قدرا من السرافين، أيتها الكلية النقاوة والزائدة الطهارة والبريئة من كل العيوب، الواهبة البركة والملكة العالية الشأن على كل ذوي الطبيعة المنظورة وغير المنظورة، يا عرش الملك وحده، أيها الكرسي الناطق والسلم السماوي التي نرتقي بها نحن الأرضيين إلى السماوات، والعجب الذي لا يسعه عقل، والسمعة التي لا تفسر للسر الإلهي المكتوم، والشفيعة المغنية لجنسنا، والينبوع المعطي الحياة.
جد شو حلو دايما هيك نبلش نهارنا بصلاة صغيرة ومتواضعة، نرفع صلواتنا كمان قديش بحاجة كمان بهيك أوضاع، أنه مش بس نسمع هذا الشيء، كمان بيبعث بنفوسنا السكينة وحتى الأمل. صحيح السلام مزبوط. تمارا هلأ شو عنا؟ هلأ رح نتوقف مع International Day. يحتفل العالم في 23 من شهر نيسان باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تهيئة بيئة عالمية تمكن وتشجع الشابات على التفكير في متابعة الأبحاث والدراسات والعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يشهد نمواً متزايداً من أجل تحقيق توازن بين الجنسين في هذا القطاع وتوفير وظائف، مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي وتحقيق إنجازات علمية. شو حلو هالموضوع عن جد. International Day ما كنا بنعرف انه اصلا هيدا الموضوع موجود كيوم موجود. وقديش حلو سمعنا انه دخول الفتيات بهذا المجال الى نمو عم يزيد. بتحسي بتنبسطي لما تسمعي بدخول العنصر النسائي لمجالات ممكن كانت مخصصة للرجال بس. صحيح، او ممكن كانوا بخوفوا البنات منه انه لا هولي هيدا الشغل مش لإلك وما رح تقدر عليه، لان احنا بدنا نقول نساء قادرات بشتى المجالات. اكيد بشتى المجالات. هلا تمارا رح نتوقف مع فقرة نساء رائدات. جينا راينهارت، استراليا من ابرز سيدات الاعمال في العالم. ولدت جينا راينهارت عام 1954 وهي ابنة صاحب شركة هانكوك بروسبكتينج جروب، احدى اكبر شركات التعدين في العالم. درست راينهارت في مدرسة سانت هيلدا الانجليزية للبنات، بعد ذلك درست الاقتصاد في جامعة سيدني، الا انها لم تكمل دراستها وتركت الجامعة من اجل العمل مع والدها. تعمل راينهارت في العديد من المجالات، اهمها التعدين الذي يعتبر المجال الرئيسي لها، حيث التنقيب عن اليورانيوم والرصاص والزنك والذهب والماس والنفط في العديد من الدول. خي بقينا بنفس أجواء العنصر النسائي، بيكبر قلبنا بكل نساء العالم. موضوع التنقيب موضوع حلو لدخول النساء أو العنصر النسائي عليه، مثل ما قلت بعدنا بالأجواء ونعود ونكرر ونرفع صوتنا انه نحن مع دخول المرأة الى شتى المجالات، وبلشت تدخل وعم تثبت نفسها. اكيد نعم مزبوط. تمارا نحن هلا وصلنا لنهاية فقرتنا المقدمة، رح نتوقف قبل ما نختم معكم مع تيبس، ومن بعدها خليكم معنا، اكيد ما تروحوا لمطرح لانه مستقبلين ضيوف بمواضيع اكيد بتهمكم. الله معكم، منحييكن، واليوم عنا رسالة من اليازا موجهة لألكن لنحاول كلنا سوا نخفف المخاطر المحيطة فينا بحياتنا. الخطر موجود بكل مكان، بالمدرسة، بالبيت، على الطريق، بالرياضة وما إلى هنالك. الالتزام بشروط السلامة العامة قد يكون له دور بتخفيف هذا الخطر مئات المرات. بعطي مثال، إذا بدنا نروح رحلة من مدينة بيروت إلى طرابلس مع مخالفات عديدة لسلامة المرورية، هذا الخطر قد يكون مضاعف، وبالتالي الالتزام بقانون السير قد يخفف من هذه المخاطر إذا تجنبنا استعمل الهاتف أثناء القيادة أو وضعنا الحزام والتزمنا بالسرعة القانونية، الخطر قد يكون أقل. مستحيل بالإرشادات التوعية نقدر نوجه كل التوعية، المطلوب أنه كل إنسان كل يوم يتعلم إجراءات جديدة من تجارب الآخرين اللي عم بتصير لننمي سلوكيات السلام العامة ونغير نظرتنا للخطر ليصير عنا مجتمع أكثر أمانا، وهيدي الطريقة المثالية لنعمل قيمة لحياة الإنسان. اليازا بتدعيكم تفكروا مرة واثنين وثلاثة بتجارب الآخرين، نتعلم منهم ونحاول نخفف بالمخاطر المحيطة فينا لنقدر نخفف من الإصابات من الحوادث ومن الأوبئة والأمراض على أنواعها. الله معكم ويحميكم، وإن شاء الله إيد بإيد نعمل قيمة لحياة الإنسان.